سلام، مرحبا بكم عندي في قناه يوميات فاتي. ان شاء الله اليوم غادي نجيب لكم واحد لابارتمون اللي صراحه كتهبل. هذه كبيره، غادي نديروا فيها دويره ان شاء الله جميع، وغادي نعطيكم العبار اللي فيها. هذه ماشي بحال لابارتمون الاخرين، هذه كبيره وسفليه وعندها جوج واجهات. الجهه الاولى كتطلع للبيسين، والجهه الثانيه كتطلع على الدخله ديال البروجي، يعني دخلت باب الدار. انا غادي نساريكم ونوريكم ان شاء الله هذا لابارتمون، خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. وما تنساوش دائما كنقول لكم تضغطوا على الجرس وديروا ابوني باش دائما يوصلكم الجديد. تحت بطبيعه الحال تحت طلب المشاهدين اللي تيقولوا لي خصك مازال تزيد لنا زابارتمون نشوفو. هنا هذا البروجي كمل، يعني ما لاقابيتش، ما بقاوش فيهم الديور. مازال البروجي اللي موراه بروجي ثاني حتى هو فيه، يعني لو وريتكم نفس البيسين، نفس الفينيسيون، نفس الزابارتمون، نفس العبار، نفس كل شيء كيتعاود دائما في البروجي الثاني اللي خدامين فيه حتى هو. واللي بغى غادي نعطيه من هنا ل 8 شهور ان شاء الله، ولا بغى الله غادي يتسلموا الناس الديور ديالهم. ودائما كنخلي التليفون في صندوق الوصف، كنكتبوا لكم في الاخر باش تتصلوا بالبيرو ديالهم وهما ياخذوا معكم الاجراءات. كيف ما قلت لكم غادي نساليكم ان شاء الله، غادي نبدا لكم من 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 الدخله. هذه راها السفليه صراحه ابارتمون كتهبل، يعني غير الشوفه فيها لهلا يحرم شي مسلم من دويرته ومن استقرار. الله يجيبنا هنا الجميع ان شاء الله، ودائما كنقول صحيحه وراحه البال. هذه هي الدخله كيف ما شفتوا، كاينه دخله من هنا اللي كطلع للبيسين، هذه اللي كطلع للبيسين بطبيعه الحال، وكاينه الدخله ديال الدخله الرئيسيه، يعني هذه هي الدخله، وكاينه الدخله اخرى عاود لابيسين. البيسين هنا في السفلي كيبان لي دو زابارتمون ولا تخوا، دو زابارتمون كاينين هنا، يعني جوج ديور. هنا حدا هاد لابارتمون كتلقاي بطبيعه الحال باركينغ اللي هو غادي نوريه لكم، كتدخلي من هنا الباركينغ. غنوريكم دابا هاد لابارتمون ومن بعد توريكم الكراج ان شاء الله. بسم الله، هذه هي الدخله. كتلقاي هنا الصالون كيف ما شفتوا اللي عنده هاد لا تيراس. كيف ما قلت لكم هاد لابارتمون فيها 74 متر، وكيبقى لا تيراس 60 متر. يعني قلت لكم هاد لابارتمون راها كبيره. هنا كتكون لا كويزين كيف ما قلت لكم، اللي دائما كتكون اون فاس. الصالون هو هذا، هذه لا كويزين. هنا هنا كاين واحد البلاكار كيف ما شفتوا معايا، دابا عيما مازال داكشي ما تقادش. هنا كاين بلاكار، ونكمل معكم هنا كتلقاو هاد لا تيراس اللي كيشوف ديريكتومون في البيسين اون فاس البيسين. هنا هنا كيكون هاد لا تيراس، هنا غادي تكون جريده. المهم بغيتي كاين اللي كيدير جرده، كاين اللي كي كل واحد شنو كيبغي يدير. هادي اون فاس دو بيسين، هنا لا بيسين الاولى ديال الناس الكبار، اون فاس حداها البيسين ديال الوليدات. هادي اون فاس البيسين، وعاد كاين بيسين اخر لهيه، يعني هادي قريبه. هنا كاين هاد لا تيراس، وكاين هنا واحد لا تيراس اخر اللي هو صغير حتى هو كيخرجك بحال هكا لهاد الجريده. يعني هذه لا تيراس فيها كبيره، وكاينه هذه الدخله هذه اللي كتدخلك للكوزينه. كيف ما قلت لكم هذا لابارتمون راها كبيره. يعني فيها لا تيراس وفيها صالون كبير، كوزينه هذه لهنا. نعاود نشوفوا هنا كاين الحمام، يعني التواليت. دائما غادي تكمل كتشوف الدوش، كتشوف لافابو، كتشوف التواليت. هنا مازال غادي يكملوها، انا كنوريكم غير هكذا. هذه فيها دو شومبر، هنا كاينه لا شومبر الاولى، هذه فيها دو شومبر هنا بلاصه البلاكار كيف ما شفتوا معنا. وهنا كاين تيغاس اللي كتطلع على الدخله ديال الموبل، هنا كاينه تيغاس واحده اخرى. يعني هاد لابارتمون كيف ما قلت لكم راها كبيره، لا تيغاس فيها
تبارك الله كبير لا تيراس، اللهم بارك، الله يدخلها بالصحة والسلامة على ماليها حتى هي، والله يرزق لأي واحد كيتمنى يدير دويرتو، الله يرزقه إن شاء الله من عنده. هنا الدخلة كيف ما قلت لكم، وكيبقى لابلاج ها هو كيف ما قلت لكم دائما كنقولها في الفيديو السابقين، يعني عندك 5 دقائق حنتي في لابلاج. راح كيبان هذه هي الدخلة، هذه الشوفة الأولى اللي كتشوف هاد لابارتمون كيف ما قلت لكم اون فاس. هنا الدخلة ديال الموبل، ها هو لا تيغاس اللي فيها كبير، هذا لا تيغاس تبارك الله. هنا كاينه لا شومبر الاخرى اللي غندخلوا ليها حتى هي، سمحوا لينا على هاد الاصوات، يعني الناس تبارك الله راه كتصلح، الناس جاوا كيصلحوا في ديورهم، كاين اللي تبارك الله فرشها. هنا كاين بلاصه البلاكار، يعني دو بلاكار في دو شومبر في هاد لابارتمون، اللي العبار المتراج ديالها 74 متر في الشقة، و 60 متر في لاتيراس بجوج، يعني 30 هنا و 30 اون فاس بيسين. هذه الشومبر الثانية اللي عندهم جوج دخلات، باش كتخرجك جوج دخلات أولا تخرجت، يعني كتخرجك لاتيراس. هنا بغيتي تطل على الدخلة، بغيتي تطل على بيسين. صراحة هاد لابارتمون أنا عجبتني، كبيرة تبارك الله وزوينة، والأجمل فيها هي اون فاس البيسين، يعني صراحة زوينة، والدخلة فيها راها كبيرة تبارك الله. كيف ما قلت لكم تقدروا تتصلوا بالسيد المكلف بهم، البيرو ديالهم انا حط لكم التليفون، وهما غتعطيكم استفسار اكثر. انا عي كندير لكم دي فيديو باش تشوفوا الشقة الصغار، وهادو راهم كبارين، وكاين حتى 120 متر، يعني 120 متر كتكون سفليه راها كتكون حتى هي رائعه. ديك كيكون فيها لي شومبر بزاف، كيكون الصالون كبير، كتكون عندها دو فاس حتى هي على البيسين وعلى الدخله ديال الموبل، هذه كتكون كبيره شويه. كانت هذه هي الشقه اللي فيها 74 متر اللي عندها دو شومبر كيف ما قلت لكم، والتواليت، وعندها دو تيراس، يعني لا تيراس الاولى هنا ولا تيغاس الثانية هي هادي، لا تيغاس الثانية لي اون فاس البيسين، هادي كتخرجك من الكوزينة وهادي كتخرجك من الصالون. كيف ما شفتو معانا هادي اون فاس البيسين، كتكون تا هي زوينة بالنسبة لي عندو وليداتو ولا هذا. اتصلوا بيا بزاف الناس كيقول لكم رينا عاود الشقق اللي قراب البيسين. هادو بالنسبة للناس اللي بغاو يشريو، كيف ما كنقول لكم البروجي الثاني باقي ليه 8 شهور ويسلموه الناس. هذا ديجا تباع، ما بقاوش فيه لي زابارتمون، هذا راه ما بقاوش فيه ديور، يعني الناس دابا حاليا انا غادي ندير لكم دويره وتشوفوا الناس حاليا حتى خذوا الديور ديالهم وتيصلحوهم وكملوهم. صراحه كملوا هذا البروجي الاول، الثاني مازال فيه لي زابارتمون. كان هذا هو لا فيديو، نتمنى يكون واضح، يعني راه باين، واللي بغى يستفسر على شي حاجه ماشي مشكل، حنا تحت الطلب ديالكم. كان هذا هو لا تيغاس الكبير، صراحه انا راه عجبتني بزاف، سيرتو مع السفليه غزاله بزاف. كيف ما سمعتوا سمحوا لنا على هاد الاصوات، يعني لي طرافو كيخدموا الناس، يعني كيكون شويه ديال الصداع شويه. واحد كتلقى البيسين الاخرى من لهيه، يعني هاد البروجي راه فيه 6 لي بيسين، كتلقى بيسين اخرى، يعني ما كيكونش داك الاكتضاد والزحام، راه كل ما كان البروجي فيه لي بيسين بزاف كل ما كيكون زوين، كل ما كيكون زوين صراحه. كيف ما قلت لكم خليكم تشوفوا هاد الشقه، عاود هنا عاد كطل من هاد البالكون، لا بغيتي تعي الكازو بحال هكذا كطل، وهنا كطلع البيسين. وهنا كيف ما قلت لكم كتخرجوا من الباب لابارتمون كتلقاو ديريكتومون الباركينغ، اللي حتى هو غادي ندير لكم فيه ان شاء الله واحد الدويره وندير لكم فيه واحد لا فيديو. كتلقاي الباركينغ هنا، حيت ضروري ما غادي تبغي فين تحطي لا فواطور ديالك يكون الباركينغ. غادي ندير لكم فيه واحد الدويره وغادي نوريكم حتى هو كيفاش.
هذه هي الشقه، وغادي نوريكم كيف ما قلت لكم هذه راها سفليه كاينه دخله من هنا وكاينه الدخله من هنا، الدخله الاخرى حتى هي من هنا. هاد لابارتمون راها كبيره، بعد كتلقى البروميير ايطاج ودوزيام ايطاج، وعاود الدار هنا في نفس العبار حتى هي في الجهه الاخرى هنا. مهم كان هذا هو لا فيديو اليوم، نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، واي واحد كيسول على شي حاجه نتمنى كنوصلها ليه، يعني الناس اللي كيسولوني كنتمنى نوصل ليهم داكشي يكون تحت الطلب ديالكم. ودائما البنات ما تنساوش تضغطوا على الجرس، وشكرا على الناس اللي تبعوني حتى الاخر ديال الفيديو. تبارك الله عليكم.